السلام عليكم ورحمة الله. واحدة من الميزات اللي موجودة على AWS O2 Identity Server Cloud Service as Guardio هو إمكانية استخدام الـ TOTP كوحدة من Steps في الـ Authentication Flow، اللي هو Time-Based One-Time Password، اللي هي بتعتمد على Applications نازلة على الجوال مثل Google Authenticator، مثل Microsoft Authenticator، مثل Fido وغيرها من الابليكيشنز اللي عمليا بتسوي لك جنريت لارقام مرتبطه بالابليكيشن اللي انت ضفته عندك للاوثنتيكيتور من خلال كيو ار كود. راح نشوف كيف ممكن نفعل هاي الفيتشر في الكلاود سيرفيس الخاصه ب WSO2 ايدنتيتي سيرفر. من الديفلوب تاب اللي موجوده في الكونسول.اسكاردو.io في عندنا applications. نحن الابليكيشنز تبعنا اسمه بوستمان، ممكن يكون اي ابليكيشن. بنرجع بنذكر الابليكيشن يقابل السيرفيس بروفايدر في الاون بريم فيرجن. بنروح على الساين ان ميثود. في الساين ان ميثود بنروح على اد تي او تي بي از ا سكند فاكتور، او من خلال ستارت ويز ديفولت كونفيجريشن ومنضيف سكند ستيب اللي هي تي او تي بي. خلينا نضيف هيك، مجرد نحن ضفنا TOTP as second step، لاحظوا هي step رقم 2، بإمكاننا الآن إيش؟ نطالب الـ end user بأنه يدخل TOTP بعد ما يدخل valid username و password. update. جميل. الآن خلونا نشوف إيش التغيير اللي بيطرأ على اللوجين بيج بمجرد انه نفعل TOTP كسكند ستيب في الفلو تبع الاوثنتيكيشن. اول شيء راح نطلب من الاند يوزر يوزر نيم وباسورد. لاحظوا باعتبار اليوزر هاد ما هو مسوي كونفيجريشن للاوثنتيكيتور اب مع الاكونت على هذا الموقع على الكلاود سيرفيس، بيطلب مننا انه نسوي كونفيجريشن. طبعا بنشغل مثلا جوجل اوثنتيكيتور او مايكروسوفت اوثنتيكيتور، بنقول له سكان كيو ار كود، ضفناه الان كونتينيو. الان المفروض يطالبنا ب 6 ارقام اذا كنا عم نستخدم جوجل اوثنتيكيتور. 5 5 4 9 7 5 كونتينيو. مباشره طبعا لانه المعلومات صحيحه راح ياخذنا على البيج اللي فيها الكود في البوستمان، بنغير الكود في الاي بي اي وبصير عندنا اكسس توكن جديده بناء على اللوجن اللي ايش سويناه قبل شوي. طب ممكن واحد يسال كيف ممكن انا الغي هذا الاوثنتيكيتور على الابلكيشن تبعي؟ بكل بساطه ماي اكونت، وبنروح بنقول له بدي اروح على الماي اكاونت. في الماي اكاونت راح نلاحظ انه في عندنا اوبشن بنشوف فيه التي او تي بي كونفيج سيتنجز، ومن خلالها بامكاننا ايش نحذف هاي سيتنج. بنروح على السكيورتي لانه هي جزء من السكيورتي. لاحظوا مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، في عندنا اوثنتيكيتور اب هذا اوريدي كونفيجرد، لذلك بامكاننا نحن اذا انحذف من على جوالنا نسوي جنريت مره ثانيه، أو بإمكاننا نحذفه تماما. هيك بيكون نحن سوينا configuration واستخدمنا TOTP كسكند ستيب في الاوثنتيكيشن فلو على WSO2 Identity Server Cloud Service. طبعا هون نحن راح نحذفها ونقول له أبديت، برجع اللوجن فيه ستيب وحدة اللي هي اليوزر نيم وباسورد. وبهيك بيكون حكينا عن كيفية استخدام TOTP مع الكلاود سيرفيس WSO2 Identity Server السيرفيس اللي اسمها اس جارديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.